زيدان رئيس قسم الابحاث في شركه اي اف بي اف اكس. اهلا وسهلا بك محمد. طبعا يعني نهار الجمعه لاحظنا ضعف الدولار وتراجعه، هل لبيانات منطقه اليورو والتوقعات بان يخفض المركزي الاوروبي اسعار الفائده في اجتماعه اثار ايجابيه على العمله الموحده اي اليورو؟ وهل سنرى ايضا مستويات جديده لليورو بعد اخبار عن فائض الميزانيه اليونانيه؟ بالطبع البيانات الأخيرة اللي شفناها وخاصة النمو الناتج الإجمالي لمنطقة أوروبا كان دافع قوي قوي للمستثمرين إن هم يزيدوا الطلب على عملة اليورو، وبالتالي لاحظنا الارتفاعات الأخيرة. حضرتك ذكرتي في تقريرك عن اليونان وإزاي إن هم حققوا فائض وبالتالي هيزيد الإنفاق الحكومي وبالتالي في استمرارية. البرتغال على سبيل المثال أيضا حققت ارتفاع في إجمالي الناتج القومي، ومن لا ننسى إن البرتغال كانت تحت طائلة الإنقاذ في عملية الإنقاذ المالي العام السابق واللي قبليه، فبالتالي كل دوت إدى دفع للمستثمرين إن هم يشتروا اليورو. اليورو عامة الفترة ديت لا ليس له علي خوف، النمو مستمر، ممكن هو ضعيف بعض الشيء. ما يخيف المستثمرين من ناحية منطقة أوروبا العوامل الغير تضخمية أو الديفليشن، هم خايفين جدا من الديفليشن في الفترة اللي جاية إن هو أو الانفليشن ينزل للمستويات السالبة أو تحت الصفر، وبالتالي الأسواق بدأت تتوقع إن البنك المركزي أو الدراجة هيقوم بتخفيض الفائدة كما فعل في نوفمبر اللي فات ربع نقطة أساس عشان أو 25 نقطة أساس عشان يحاول يحجم من موضوع الديفليشنز. بس بالفعل الفترة الدراجي في تصريحاته الأخيرة قال البنك المركزي ما زال يريد بعض التايم أو أويت أند سي مود، هو عاوز يشوف بعض الانفورميشن يدل فيه مخاوف، وقال إن موضوع التضخم دوت بسبب إن بعض الحكومات في أوروبا بتاخد مقاييس تقشفية جديدة أو بتعمل adjustment in the balance sheet، فبالتالي ردة فعل الديفليشن ده متوقع. فأعتقد أن دراجي الفترة اللي جاية أو البنك المركزي الأوروبي لن يقوم بتخفيض الفايدة، لأن الذهب أساساً عندنا لمحة أن التضخم هيزيد الفترة اللي جاية في سواء في أوروبا أو على العالم كمستوى ككل، يعني على العالم كله. فبالتالي أوروبا دلوقتي وضعها غير 2011 غير 2010، في نمو ضعيف لحد ما بس مستمر، الدولة كانت متعثرة الآن تخرج من حزمات المساعدات اللي كانت تقع تحت طائلتها، دلوقتي في فوائد في الميزانيات في إنفاق حكومي. فدعنا نرى الآن يعني مستويات جديدة لليورو سواء هيظهر عندنا في الطلب على الأسهم الأوروبية أو حتى على عملة اليورو الموحدة ل 17 دولة في الفترة اللي جاية، فممكن نرى مستويات أعلى من دولار فاصلة 37، ممكن نرى 39، ممكن دولار فاصلة 40. نعم، طيب برأيك سياسة مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، هل يعني هي تدعم الاسترليني الآن، خاصة يعني الجنيه الاسترليني الآن يرتفع ب 2% بعد توقعات بنك إنجلترا لنمو اقتصاد بريطانيا؟ تبكرني الفترة الأخيرة، وإحنا كان واضح أوي من السنة اللي فاتت والبيانات الاقتصادية البريطانية المتتالية الإيجابية تفوق الطبقات، كان واضح إن الاسترليني اقتصاد البريطاني في تقدم ملحوظ. كارني في الفترة الأخيرة أو خصوصا في البيان الأخير أولا رفع التوقعات وبالنسبة للنمو 3.2 من 2.8 دوت شيء كان إيجابي جدا للأسواق. تم إيضاح للسوق أن في 18 مؤشر جديد هيتم متابعته عن طريق البنك المركزي لقرارات الفايدة، أجل موضوع أن هو يزيد الفايدة توقعاته إلى العام المقبل. ولكن كارني هو بالفعل عنده اقتصاده متحسن، بالفعل اقتصاده بينمو بصورة ثابتة أكثر من منطقة اليورو، بس هو متخوف من حاجة لحد ما البنوك المركزية على المستوى العالمي بتأخذ إجراءات منفردة، يعني مثلا زيادة التيسير الكمي في اليابان، انخفاض التيسير الكمي في أمريكا، تضخم مخاوف تضخم في أوروبا، فهو لحد ما قلق من أي صدمة اقتصادية تحدث الاقتصاد، فما زال يريد أن يدعم موضوع التيسير الكمي البريطاني وفي نفس الوقت الحفاظ على السياسة النقدية اللوز مونيتري بوليسي الفترة اللي جاية تقبلا لأي صدمات. وباع عاوز يرى برضو كارني يرى انخفاضا ملحوظا في مستويات البطالة 7% مع 18 مؤشر الجداد اللي يشوف فيهم تحسن إيجابي لنبدأ نقول إن هو هيبدأ يخفض. بس لا أتوقع أنه يتم تخفيض قبل العام المقبل أو نهاية العام الحالي بعد استقرار البيانات الاقتصادية العالمية. نعم، طيب محمد دعنا نتكلم قليلا عن الذهب. طبعا رأينا العام الماضي يعني هبوط الذهب بأكبر وتيرة منذ عام 1981، ولكن منذ بداية العام إلى الآن نرى بعض الارتفاعات. ما هي الأسباب الرئيسة لارتفاع الذهب، وهل سيستعيد بريقه وعند أي مستويات عليا؟ نتكلم طبعا سمعنا منذ قليل في التقرير بأن سيكون هناك ارتفاعات إلى مستويات 4000 دولار خلال 5 سنوات المقبلة، ما رأيك؟
بالطبع الذهب ممكن يلاحظ ارتفاع. تعالى نتكلم من صورة اقتصادية أو الأسواق دائما ما تتخذ الذهب كتحوط من المخاطر التضخم أو هيدجينج أجينست انفليشن. فبالتالي الفترة اللي فاتت لما كان الانفليشن بينخفض سواء في موضوع اليابان أو في أوروبا أو في أمريكا كان بالتالي الطلب على الذهب انخفض بصورة كبيرة. تاني حاجة الأزمة الاقتصادية السنة اللي فاتت أو أزمات أوروبا دعت إلى بعض البنوك المركزية إلى تسييل الذهب. كل العوامل دي أثرت على انخفاض الذهب في العام السابق بوتيره سريعه جدا مع عمليات جني ارباح مع عمليات وقف خسائر لصناديق استثماريه كبيره. فالعام امل عليها عام الحالي وجدنا ان في بدايه العام كان الذهب يلقى طلب متزايد في مستويات ال 1200 دولار ورفض كامل من الاسواق عند هذه المستويات، وتوقعات الاسواق الفتره اللي جايه ان التضخم هيبدا يرتفع تاني، فبالتالي طلب على الذهب ازداد بالفعل، وصل مستويات 1320 مما يعني كان اكثر من متوقع، ارتفاع اكثر من متوقع. في التقرير ذكر الرئيس التنفيذي نعم الذهب ممكن يرتفع في الفترات اللي جايه خاصه مع ضعف الدولار مع ضعف الدولار المستمر اللي وسياسه امريكا في ضعف الدولار، ولكن لا يصل 4000 في مناطق بعيده شويه، وممكن يوصل لمساوات 1500. من 1500 ممكن على المدى الطويل الذهب هل سيحافظ 1500 على المدى الطويل؟ نعم ممكن يكون 2000 دولار او 1500 دولار. نعم على المدى المتوسط هم المستويات اللي ممكن نقول بعدها نوصل 4000 او 5000. نعم. اما الفتره الحاليه نحن نامل ان الذهب في حاله سيناريو الصعود ان يستمر محافظته فوق مستويات 1320. شكرا جزيلا لك محمد زيدان رئيس قسم الابحاث في شركه اي اف بي اف اكس، كنت معنا مباشره من الكويت. فاصل قصير نتابع بعد